جمعيه الفلاح تهديها لكم مجموعه القد الفلاحي للمغرب. مجموعه القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. اخواني صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير. موضوع الاسبوع فيما يخص التسميد ديال الداليا، اللي هو موضوع كلامنا هاد السيمانه في هاد النص الاول من ميتنا. وصلنا دابا في السنة علاش خاصنا نعطيوها لانجري، ولا شي يصلح هاد لانجري، اي شنو هو الدور اللي تيلعبوا كل نوع من هادوك الاسمده الرئيسيه بثلاثه اللي ذكرنا عليهم البارح. ولا كاين شي سؤال اللي تيهم بكثره الفلاح وتيمسلو بالشكاره ديالو، ما يمكن يكون الا سؤال شحال شحال ديال لانجري والاسمده خاصو للداليا ديالو دابا مع البدو، وشحال خاصها من بعد الا كان لازم. لكن حنا قبل ما نفاجئوها عليه ونقولوا له شحال، رانا نشوفوا بعدا اشنو هما المسائل اللي تيدخلوا في الحساب باش نحددوا شحال خاص ديال لانجري للغرس ديالنا. ايه، لان كما فاتنا كثير قلناها، التسميد عمليه حسابيه مضبوطه تيخصها تاخذ بعين النظر. اولا اش خاص الغرس ديال الداليا من حاجيات باش تكبر الداليا وتنور وتكبر العنق ديالها حتى يغلاض ويحلو. اش يمكن يضيع من الارض من اسمده بواسطه الربيع اللي تينبت وسط الداليا، ولا بواسطه الشمس والريح، ولا بسبب قوه الماء ديال الشتاء ولا ديال السقا. اش موجود بعدا عندنا في التربه ديالنا فاش مغروسه الداليا قبل ما نعطوها هاد الاسمده؟ اش يمكن يضيع من اسمده العود والعراش من بعد الزبره واللي تيخرجوا من البقعه باش يتحرقوا مثلا؟ اش يمكن تقبض التربه نفسها من اسمده بحال الفوسفات والبوتاس بالخصوص وتحيدوا العروق ديال الداليا ما يتنفعوش به؟ ويلا وصلنا نقدروا هذا الشيء كله، غادي نقدروا نعطيو تماما داك الشيء اللي خاص للداليا ديالنا بلا زياده ولا نقصان. ملاحظه اليوم، واحد المساله اخرى مهمه في ميدان التسميد ديال الداليا بحال كما هي مهمه بالنسبه لعده فلاحات وعده انواع ديال الشجر، هذه المساله هي الوسائل الاخرى ديال التسميد ديال الارض من غير لانجري واسمده اللي تنعطيو للداليا ديالنا. ومن هذه الوسائل الاخرى كاين الميكروبات اللي عايشين في الارض وتينفعوا التربه بعده منافع، منهم الازوت اللي تيخليوه العروق من بعد ما تيموتوا وتيتحولوا حتى هما لماده مغذيه تنفع بها العروق ديال الغس ديال الداليا. وهذا الشيء بينت عليه عدة دراسات في أوروبا بالخصوص، واللي لقاو فيها بأن 35 حتى 60 كيلو ديال الأزوت الصافي، أي تقريبا المقابل ديال القنطار حتى القنطار ونص ديال الملحة 33%، تتكون في كل قطار عدة مرات في العام إذا كانت الأرض فيها حياة مهمة وغبار بلدي مرة مرة. وهذا الشيء ماشي سهل. يومية الفلاح هدتها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.